هل ذكر الفقهاء مرة أخرى اللحظة اللطيفة وبنوا عليها أحكاما بعدما فهمنا كيف يفكرون من أجل أن يصلوا إلى تحقيق مراد الشرع الشريف من ناحية، وإلى عدم مخالفة القواعد العامة من ناحية أخرى، ومن أجل تحقيق المصالح المنوطة بتفكير من ناحية ثالثة؟ هل ذكر الفقهاء اللحظة اللطيفة التي تحتاج إلى دارسين وإلى تتبع في الفقه الإسلامي لرؤية أين طبق الفقهاء هذه النظرية، ثم ما ضوابطها، ثم كيف نفعلها في حياتنا المعاصرة؟ نراهم وهم يتكلمون في باب الوقف. عندنا الوقف يخرج الشيء من ملك الإنسان إلى ملك الله سبحانه وتعالى. الوقف هو حبس عين معينة أخرجها من ملكي وأجعلها في ملك الله. والوقف الخيري أجعل إيراد وثمرة هذه العين في الخيرات، فأنا عندي عقار أؤجره ويدر علي أموال، وهذه الأموال أنفقها في سبيل الله على طلبة العلم، في مجال الصحة، في مجال التكافل الاجتماعي، في مجال البحث العلمي، في مجال الأمن، تأمين المجتمع وحياة الناس، في أي مجال من مجالات الخير. العين هذه عندما أموت لا تكون في تركتي، لأنها خرجت من ملكي إلى ملك الله وأنا حي. في بعض الأحيان يريد أحدهم أن يوقف وقفا وأن يوقف عينا، وأن هذا الوقف والعين تكون ثمرتها لوجه الله، لكنه هو في أشد الحاجة إليها وهو حي، فماذا يمكن أن يفعل؟ هناك خطة أخرى اسمها الوصية، والوصية تصرف موقوف لما بعد الموت، موقوف لما بعد الموت. التصرف الموقوف لما بعد الموت يسمى وصية، ولكن لها شروط. شروط الوصية ألا تزيد عن الثلث. من شروط الوصية عند جماهير العلماء، خلافا لما اختاره الفقيه المصري أو الفقه المصري في فتواه، ألا تكون لوارث، لحديث ورد في ذلك وإن كان في سنده مقال: لا وصية لوارث، طبعا إلا بإذن الورثة، ولكن هذا الحديث لعدم يعني وصوله في الصحة إلى درجة الاحتجاج المناسب، ولأمور أخرى أخذ الفقه المصري ببعض من قال، برأي بعض من قال إن الوصية تجوز للوارث، لكنها في حدود الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: الثلث والثلث كثير، يعني أقصى شيء هو الثلث. الرجل له أن يوصي بثلث ماله، هو يريد أن إيراد هذه العين يكون لله بعد وفاته. قلنا له: بعد وفاته أمامك الوصي. قال: ولكن هذه العين أكثر من ثلث مالي، وأنا نويت في قلبي أن تكون هذه العين لله، وأنا أرى احتياج المجتمع احتياجا كبيرا للجهة التي
أضع فيها هذه الأموال. ولعلي أرى أيضا أن أبنائي أو ورثتي ليسوا فقراء ولا في حاجة إلى هذا، وإنما الحق أحق أن يتبع، ولذلك فأنا أريد شيئا أحقق به الغايتين، أن تكون إرادها لي مدى حياتي، ثم مرة ثانية أن يكون إرادها بعد مماتي لجهة الخير، للتعليم، لطلبة العلم، للعلاج، للصحة، للأمن، لغير ذلك من المناحي التي أرى أنها أوجب وأنني أكون مقصرا لو فرطت في ذلك. أخشى على نفسي أن أطلب من الناس في حياتي، ولذلك أنا محتاج إلى إرادها وأنا مستور بها، ولكن أيضا لا أريد أن تكون وصية، لأن الوصية تكون في حدود الثلث، وهذه قد تكون أكثر من الثلث، فماذا نفعل؟ فتكلم العلماء عن اللحظة اللطيفة، وهو أنه يوقف هذه العين قبل وفاته بلحظة لطيفة، فيقول: أوقفت هذه العين بدءا من لحظة لطيفة قبل وفاتي، فينفذ هذا الوقف ويسير وقفا، وعندما يموت الرجل لا تعد هذه العين من التركة أصلا، ولما لم تكن من التركة فهي خارجة عن الوصية، لأن الوصية جزء من التركة وبقية التركة تورث، هذه أصلا ليست تركة، هذه تبرع بها وقفا لله، ونفذ هذا الوقف ابتداء من لحظة لطيفة قبل وفاته مباشرة، فنحقق له مصلحته ونحقق له رغبته في فعل الخير. فهذه أيضا اللحظة اللطيفة، اللحظة اللطيفة التي تمكننا من المصالح. هذا الفكر وهذه النظرية يمكن أن نستفيد بها في المعاملات المالية وفي الشخصية الاعتبارية التي سبق أن فصلنا بعض تفاصيلها. وفي الشخصية الاعتبارية يمكن أن نستحضر اللحظة اللطيفة في الشراء والبيع، وأن نستحضر اللحظة اللطيفة في مجال الضمان، وأن نستحضر اللحظة اللطيفة في العقود، سواء كانت سلما أو استصناعا أو غير ذلك، وأن نستصحب اللحظة اللطيفة في باب الرهن. أبواب كثيرة جدا يمكن هذه النظرية أن تفعل فيها، وأن نستفيد من فكر أولئك الأكابر، ونجد أن الأمور سارت سيرا منطقيا، سارت سيرا مناسبا محققا للمصالح ولكل الأطراف وليس لطرف واحد، وهذا هو الذي لاحظناه من تفكير الفقهاء المسلمين عبر القرون. من مبادئنا أن نحيي النظريات الفقهية المنسية التي لم تلقى الرواج أو نفس الرواج الذي لاقته نظريات أخرى استفاد منها العالم من الفقه الإسلامي، أو على الأقل وافقه فيها أو فكر بنفس طريقته. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.